حبايبي بريك 3، كل سنة وانتم طيبين. بنقفل آخر جزء في الفيرستير الجبرا، ومعاها حاجة اسمها statistics. الاستاتستكس دي احنا واخدينها من بريك 1، كنا بنتكلم على المين والمود والرينج والميديان. هنرجع نقولهم تاني بس ندخلهم كمان في دروس جديدة، وهنشتغل لو انت عايز تعرف بنشتغل اكسرسايز تاني. تعال بقى نشوفه، وانت عايز تقول لي ايه النهاردة؟ اول حاجة عايزك تعرفها النهاردة ويجي لك فيها سؤال كومبليت او تشوز الرينج. انت مطالب انك تعرف يعني ايه كلمة رينج، الديفينيشن بتاعه. الرينج ان انا لو اديتك مجموعة فاليوز شوية نمبر، وعايز الرينج تقول له عيني تدور على الجريتست وتدور على وتعمل ماينس، يبقى هو الديفرنس بتوين والسمولز. ده ديفينيشن بتاعه على فكرة، ومش كده وبس، والكلمة دي كمان مهمة، هو السمبلست بتاع حاجة اسمها ديسبريشن. الديسبريشن ده هو اللي هنكمل بيه لآخر الترم، وهنديله رمز لاتيني بنقول عليه سيجما. ما تستعجلش، بص بقى معايا، لما يقول لي رينج، ها الجريتست ماينس، شكرا. بص بقى معايا، ادي ده السؤال يجيني كده. حضرتك انا مدي لك فاليوز، يا ترى حاضر، يبقى انا لسه ما شرحتوش حبيبي، يبقى اكيد ما قلتوش. طب بص كده، ما هو بقول لك احنا كل مره هنزود. يلا بقى، هو عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ حلو، يبقى عيني تدور على اكبر قيمه، مين؟ حلو، وكمان اصغر قيمه، يبقى الجريتس والسمولز كام؟ واروح اعمل لهم ايه؟ شكرا، بس كده؟ طب هنكمل مع بعض، بصوا معايا لو سمحتوا. بدأ يهزر، انت خلاص عرفت الديفينيشن. بص كده حبيبي معايا، بيقول لك ايه بقى المره دي؟ اف 67 الجريتست، شكرا يا باشمهندس، انت مديني الجريتست، كمل، اند ذا رينج، ستوب، انت غيرت كلامك يا عم، ما تخافش، انا المره دي مش عايز الرينج، انا اديتك الرينج. هم حبيبي ثلاث حاجات، رينج وجريتست وايه؟ سمولست. لو اديتك الجريتست والسمولست اعمل لهم ماينس. انا المره دي بهزر، بص كده بقى، انا عاوز السمولست. حضرتك تفتكر دي الرينج ايكوال ها الجريتست ماينس؟ المره دي الرينج عندي ولا مش عندي؟ بكام؟ يبقى اكتب ال 27 تحتيه واقول ايكوال. مين الجريتست؟ عندي ولا مش عندي؟ بكام؟ اهو اول حاجه بيقول لي الجريتست 67 واعمل ماينس. يا مستر طب ما انا السمولست مش عندي. يا عم ما هو ده الميسنج. كده رجعتك لشغل جريد 1 مش بريد 3. اعمل ايه عشان اجيب السمولست؟ تقول لي لو انا وديت السمولست الناحيه الثانيه ما ارجعش بيدي فاضيه، يبقى هتبقى السمولست ها 67 ماينس، لا ماينس، ما انا السمولست رايحه الناحيه الثانيه ما ارجعش واجيب الانسر. نقولها تاني، نقولها تاني، نعيد تاني. طيب بص بقى معايا لو سمحت، ده ليفل 2، يعني احنا دلوقتي بدأنا نزود الليفل. يا مستر اف ذا رينج، لما اقول لك اف ذا رينج يعني انا مديك الرينج، يبقى حضرتك بتدور على الجريتست والسمولست. طب وانا دي اعرفها ازاي؟ ده انت رازق حاطط لي حاجه اسمها كي، ميز كده مين في دول اقدر اقول عليه الجريتست. 6 بلس 5 كي، طب ثواني يا حمزه، طب كان ينفع حاجه غيره؟ استنى بقى، لا دي ال 14 دي هي الفاليو بتاع الرينج، ما هو بيقول لك ذا رينج از، يبقى ال 14 دي مش معانا في اللعبه. حمزه قال الجريتست 6 بلس 5 كي، اشمعنى؟ اسمع حبيبي، اول واحده كي واحده،
التانية ماينس كي، التالتة نيجاتيف 2 كي. مين الأكبر؟ نيجاتيف 2 كي ولا نيجاتيف كي ولا كي ولا بلس 5 كي؟ يبقى أنت الجريتست. تعالى بقى، مين بقى أصغرهم؟ نيجاتيف 2 كي. بس حبيبي أنا مش عايز غير إنك تعرف لي دي. مين الكبير؟ مين الصغير؟ نقولها تاني؟ برضو نرجع نكتب الرول إن الرينج ماينس. طب أنت دلوقتي عرفت مين الجريتست؟ بص كده أهو. مين السمولست؟ تعالى نقول الرينج عندي ولا مش عندي؟ لا عندي. كنا بنرد على الباشمهندس وقلنا 14، يبقى أنا معايا 14. أكمل؟ أكمل. الجريتست عندي ولا مش عندي؟ بكام؟ شكرا. ودي ماينس حطيت بعد كده براكتس. ليه؟ عشان الماينس دي هتدخل على وتدخل على نيجاتيف 2 كي تغير الساين. طب اقول تاني تعالى يلا نفك. طب استنى يا مستر، ما تيجي كده نروح نجيب الدرس بشكل تاني ونحل مع بعض. انا بس حبيت عايز ما اضيعش وقت في الكتابه. بص يا باشمهندس، فين 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 راح فين اهو. بص يا قمر الليالي، ادي اهو، تعالى يلا نحل مع بعض. راح فين؟ لا نزل تحت طلع فوق. سوري استنى بس معلش هجيبها، ولو اديني جبتها. بص يا حبيبي، ولا يهمك، يا رب يخليك ليا. بص يا قمر، اف ذا رينج، يعني انا مدي لك الرينج، فانت حضرتك لما يبدا حاجه بكلمه اف، رحت فين يخرب بيتك؟ لما يبدا بحاجه كلمه اف، يعني انا الحاجه دي عندي اللي هي بعد اس، يبقى ادي ال 14 ايكوال. فين الجريتست؟ احنا قلنا اكبر حاجه في الكي 5، يبقى انا كتبت ادي 6 ماينس سوري بلس 5 كي. وعشان انا عندي هنا ماينس، يبقى اللي يجي بعدها ليه؟ عشان يا مستر الماينس دي هتغير الساين. نعيد تاني يلا مع بعض، ادي ال 6 وادي 5 كي، ادخلي على دي تبقى نيجاتيف 6، ادخلي على دي. حد عنده سؤال؟ تعالى نعمل سمبليفاي، يعني اللايك تير، يعني ده 6 وده نيجاتيف 6، يكنسلوا بعض. اقولها تاني؟ تعالى يلا، انا لسه ال 14 ماشيه معايا، هنا 5 وادي بلس 2 تبقى 7 كي. بقت ايكويشن عاديه. لا بعمل ديفايد النمبر اللي مع الكي، يعني ديفايد 7 تبقى خالتك كي تطلع لي. اقول تاني؟ نعيد تاني. طب تعالى كده هندخل على فكره جديده. بص معايا يا باشمهندس، خلاص انت خلصتي. بص بقى، ركز بقى في اللي جاي. السمبلست ايزيست ميثود لميجر، ادي بقى الديسبريشن، ده بداية الشغل اللي هنكمل بيه لآخر الترم. يعني الديسبريشن ده عليه ثلاث أفكار بتجيلك منهم واحدة في الامتحان بس كده. أقول لك أول حاجة لازم أعرف يعني كلمة سمبلست، يعني أسهل طريقة أشتغل بيها حاجة زي كده. ركز معايا لأن ده سؤال مباشر، ها اللي أنا كنت بحل بيه اسمه إيه؟ اسهل حاجه واسرع حاجه، الجريتست ماينس بس. خلاص في مشكله؟ ركز بقى في اللي جاي ده. الرول دي ما تفكركش بحاجه خدناها في بريب 1 وبريب 2. الصام على النمبر كان ايه؟ حد فاكر؟ شكرا الله ينور عليك. اهو الراجل ده طالعين بيه من بريب 1 بريب 2 لازق معانا في كل الدروس اللي جايه. ايه الدروس اللي جايه؟ لا يا مستر ده هو درس بس، هنفضل نلعب بلعبة المين. مش فاهم، يعني لو اديتك شوية نمبر وقلت لك عاوز المين، تقول لي اعمل لهم بلس اد واعمل ديفايد على عددهم. طب معلش مش فاهم، مدي لك 7 3 6 9 5
هات لي المين، تقول له اعمل بلس، اعمل بلس 7 بلس 3 بلس 6 بلس 9 بلس، كل ده عددهم كام؟ وادخل في الكالكوليتر واطلع الانسر. نقول تاني يا مستر ممكن تيجي حاجه زي كده؟ اه يا حبيبي. بص بقى انا بدخلك دلوقتي واحده واحده، ادي الدرس بتاعك ستاندرد ديسبريشن. نعمل ايه؟ قال لي هنلعب لعبه جميله، لما ادي لك شويه فاليو اول حاجه اجيب المين، فبقي المين هو اللي حاشر نفسه في كل الحاجات اللي جايه. طيب يبقى انت عايز تقول لي اول هام هو مطلوب منك ديفينيشن، اقرا كده الجمله دي. بوزيتيف ستوب يا مستر. ايه ده، هو انت كل شويه تعمل ستوب؟ اه طبعا حبيبي. بص لو سمحت، الديفينيشن ده حبيبي بيجي لك في التشوز او كومبليت. قلنا تاني كده ايه؟ البوزيتيف، شكرا. يبقى انت حضرتك لازم تعرف انه بدايته الكلام ده، والستاندرد ديسبريشن يا مستر هياخد السيمبل ده اسمه سيجما. اسمه ايه؟ سيجما، اهو كتبتها لك بالعربي. سكوير روت، لا ده بوزيتيف، يعني ما عنديش اجابه نيجاتيف، بوزيتيف. وعندي جوه لا ده فراكشن. الفراكشن الدينومينيتور بتاعه ان، مين الان؟ لو انا لا النمبر بتاع الفاليوز، يعني لو مدي لك خمس قيم يبقى هعمل ديفايد 5، مدي لك 4 تعمل ديفايد 4، في مشكله؟ ركز معايا فوق. انا اولا انا معاك في كلمه صم، تصدق انا كان ممكن انساها، والصم دي بنقول عليها كلمه توتال. طب انا هقول صم، برافو عليك، وناس تعمل علامه الصم حرف الاس، بس ده بنقول عليه صم، يبقى الحرف ده هو معناه الصم، وعملنا برانتسيز او قوسين وفوق سكوير. بص بقى، طب انا جوه هعمل ايه؟ هاخد اكس ماينس اكس بار. استنى بقى، شوف جدع يا مي، ايه اللي انت عملته ده؟ تعال بقى نلعب واحده واحده. الان وعرفناها، انت بقى عايز تعرف مين الاكس ومين الاكس بار. الاكس هي اي نمبر انا هديهولك، طب الاكس بار ده هيبقى رمز المين، رمز مين؟ كمان مره تعالى كده نفك الكلام ده. بص حبيبي، يبقى الاول انا عايز اعرف الديسبريشن، يجيني ده في الديفينيشن واختياري البوزيتيف سكوير روت. في مشكله؟ تعالى بقى نشوف الكلام ده. اول هام علامه السيجما اللي انا قلتها لك، وادي الرول بتاعته، سكوير روت فراكشن فوق علامه الصم، يعني انا هعمل بلس معايا. الاكس اللي فوقيها شرطه دي اكس بار، دي بتاعت مين؟ المين بتاعت. تعالى طب يا مستر احنا ما بنحبش الرغي الكتير، تعالى ندخل على الدرس. بص بقى يا عم، للمره الثانيه انت لازم هيجي لك حاجه اسمها ديفينيشن. دي مشكله الدرس ده، وعشان كده الطلبه ما بتحبش الديفينيشن، ما بيقبلهوش في الماث، ممكن يحفظ 30 40 تعريف في الساينس على قلبه زي العسل، يجي عند تعريف واحد في الماث ويخنقه، صح؟ اه ما يهمش. بص بقى معايا، بيقول لك وان اوف ميجر اوف ذا ديسبريشن، يعني الديسبريشن ده في حاجات كتيره ممكن اقيسه بيها. يونتس زي زمان لو قلت لك الويت، الوزن، ايه اليونتس بتاعته؟ تقول لي طن وكيلو جرام وجرام. انا عندي برضو يونتس في الراجل ده، مين؟ شكرا، اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. طب سيبك يا مستر، لا كده بقى نعمل ستوب، وما ينفعش اشتغل هنا طالما الحل هو اول واحد طلع. تعال بقى بص لي لو سمحت، تعال نهزر مع بعض. استنى المسألة دي هشرحها لك في الآخر، بس أنا عايز انزل يا مستر. أيوة تعالى نعمل ده كده، نلغي برضو، معلش أنا نسيت ألغي الحاجات، وبرضو نلغي ده، المفروض إن أنا كل ده بحله قدامك.
صعب عليا ثانية.